تحياتي أصدقائي، معكم عنتر من سلك فلسطين. اليوم رح نتعلم كيف رح نعمل طبقات من بلالين. بلزمنا عدس، بلالين، مقص، تنية مقصوصة بهذا الشكل وبالون عليها. بدنا نحط العدس بهاي الطريقة بالكمية، نحاول نحط نفس الكمية. طبعا أنا مجهز كل شيء من قبل عشان الوقت. ننفخ بالكمية هيك، عندنا الطابة جاهزة. بدنا نمكن الطابة كمان عشان ما تنمزعش، ويفرط العدس على الأرض. نقص البالون من هون بهذا الشكل، نلبس البالون للطابة، بتصير الطابة العدس جوا بالونين. هيك عندنا الطابة جاهزة. بتعيدوا نفس الاشي عشان تعملوا أكثر من طابة، واستنونا المرات الجاية عشان نتعلم حركات جديدة.